النجاح والفرحه فرحه الثانويه العامه. احنا حتى في الفاصل عمالين نسال بعض عن نتائجنا في الثانويه العامه وعايشين اجواء الفرحه بنتائج الثانويه العامه. خلينا ناخد مجموعه من الاوائل نتشرف بوجودهم معانا دلوقتي على التليفون. باسل محمد بكر صاحب المركز الاول بالثانويه العامه علم رياضه. يا باشمهندس مساء الخير عليك والف الف مبروك. مساء النور، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ أنا تمام الحمد لله. احكي لي كده شوية، ناوي على إيه بعد الثانوية العامة والمركز الأول؟ يعني ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، مبروك. هو يعني بصراحة الحمد لله الواحد جاب ما شاء الله يعني مجموع حلو، فالواحد بقى قدامه تقريبا مجموع حلو. ده أنت الأول، مجموع حلو إيه بس؟ يعني جايب كام كده؟ قول لنا كده. 407 من 410. 400 وكام؟ وسبعة. وسبعة من 410، ما شاء الله. برضه يعني الواحد بقى قدامه طبعا كل الكليات، فالواحد بدا يحتار اكتر يعني. ان شاء الله يعني في اقرب وقت الواحد يبدا يستقر على الحاجه اللي هو بتفكر في ايه يا باسل. طيب محتار ما بين ايه وما بين ايه؟ يعني هو انا بفكر عامه في يعني في الحاجات اللي هي المستقبل طالبها يعني الجديده بقى، صح؟ والله انا فرحانه بيك. كمبيوتر ساينس، الداتا ساينس، الاي اي، الكلام ده يعني التخصصات الجديده اللي العالم كله طالبها دلوقتي، مش التخصصات التقليديه. يعني ما شاء الله بتذاكر مذاكرة أوائل وبتفكر كمان تفكير يعني معاصر وماشي مع اللي بيحصل. احكي لي كنت بتذاكر ازاي يا باسل؟ طيب مين كان بيذاكر لك؟ أجواء المذاكرة عاملة ازاي؟ الناس دايما بيبقى عندها فضول تعرف الأول ده بيعمل ايه عشان يبقى الأول. هو يعني كنت طبيعي بذاكر طبيعي يعني عادي، بسمع الشرح وبعدين بقرأ مثلا الدرس مع نفسي، وبعدين لو في أسئلة على الدرس بحلها عادي. وطبعا لو حاجه واقفه في ايدي، احنا يعني الحمد لله دلوقتي بقى في يوتيوب عليه شرح كل حاجه. صراحه حاجه واقفه في ايدي على طول ممكن اقوم فاتح اليوتيوب اشوف الحته دي على طول وارجع اكمل بقى على طول. يعني ما بتاخدش دروس يا باسل؟ بتذاكر كده من لا أنا طبعا باخد دروس بس يعني كله انت شغال كله ما شاء الله. اذا جاي مثلا لو انا في حاجه ما فهمتهاش مثلا من المدرس اللي باخد معاه دلوقتي بقى على طول اليوتيوب بقى مسهل الدنيا على طول. خلاص هي كل حاجه بقت بنستخدم فيها التكنولوجيا، وكويس ان انت بتعمل ده لانه احيانا بيسهل كتير. انا ممكن ما اروحش الدرس لكن اتعلم وانا قاعد في البيت من خلال الحاجات الاونلاين دي. طيب بابا وماما اخبارهم ايه في البيت يا باسل؟ عملوا معاك ايه اول ما عرفوا ان انت الاول؟ طبعا كانوا متفاجئين جدا يعني، ويعني كان حاجه لا توصف يعني. هم كانوا يعني منتظرين ده؟ كانوا حاسين ان انت ممكن اصلا تكون من الاوائل، ولا الموضوع حصل ازاي؟ هو يعني احنا بصراحه بعينا ربنا كتير يعني، اللي احنا يعني ربنا حقق لنا حاجه حلوه يعني، بس ما توقعناش يعني الدرجة الاول يعني الصراحه. انت منين اصلا يا باسل؟ انا من دمياط. من دمياط. طب احكي لي عن الفرحه بقى، يعني اخبارها ايه عندك في الشارع؟ ايه اللي حصل؟ الناس استقبلت ازاي موضوع الاول ده؟ انا يعني اول ما النتيجه اتعرفت على تقريبا الساعه 11 بالليل امبارح، يعني تقريبا جالي ما يقارب ال 60 مكالمه من كل بقى صحابي وقرايبي والناس كتيرة جدا يعني، مدرسيني ناس كتيرة جدا كلموني وقعدوا بقى يباركوا لي وكده. كان يعني حاجة حلوة جدا. وعزمت الشارع كله ولا لسه؟ ده أنا لسه راجع من السفر من حاجة بسيطة يعني ما لحقتش. عندك عزومات كتير أكيد بإذن الله بقى الفترة الجاية. النهاردة عايز تقول إيه لمين؟ عايز توجه رسالتك لمين؟ للطلبة، لمامتك وباباك، لحد في إخواتك، لحد في عيلتك؟ انت الاول فتقول اللي انت عايزه. هو انا عايز اقول يعني لاي حد ساعدني على مدار السنه وكان واثق فيا يعني شكرا جدا، والحمد لله حققت لك حلمك. لكن طبعا لو يعني الطلاب اللي لسه يعني مقبلين على الثانويه العامه، يعني بس عايز اقول لهم حاول ما تقارنش درجاتك بدرجات غيرك. صح. ما تهتمش بدرجات الامتحانات، درجات امتحانات الدروس يعني. طبعا مش لازم اول ما مثلا واحد يخلص كذا باب يروح يقول له صاحبه ده انا خلصت كذا وكذا وحليت كذا وكذا، ولا برضه هو يسمع لانجازات صحابه برضه. وطبعا اهم حاجه يعني ان الواحد يبقى قريب من ربنا ويبعد طبعا عن الغش خالص ويبعده من دماغه خالص. ربنا يحميك يا باسل، الف مبروك، بارك لي لوالدك ووالدتك وكل الاسره، ودايما نتشرف بيك ودايما تبقى صاحب مراكز عليا وتكمل بمستقبل مشرف ومشرق ويكون مشوارك كله نجاح باذن الله يا باسل. باذن الله. الف مبروك باسل محمد بكر صاحب المركز الاول. انا اللي بشكرك بالثانويه العامه علم رياضه.